لو مستر نفاخة قصدي مدام نفاخة. هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. انا اسرار، ويس اليوم على طلبكم لابسه حجاب. احب ذا القماش، احسه كذا انه يعني كذا يمسك في الراس، يعني ما يتحرك. المهم نسيت اني لابسه نظاره، خلاص كاني معاكم انتوا في بيتي دحين. سو يا صاحباتي عائلتي، اليوم حنسوي فيديو الماسك المغناطيسي. سو هذا الماسك المغناطيسي من ماركه اسمها دكتور براندت، صراحة كان سولد اوت طول الوقت، فعشان كده لحد يقول لي اسراء لما سويتي من اول، يعني كان من اول مخلص، فاخيرا لقيته. اذا تركم هو في رمضان. اوكي يلا خلينا نفتح البوكس ونشوف ايش فيه. يقول لكم قبل ما افتحه، هذا الماسك يشيل علامات التقدم في السن. سو يا انا عندي تجاعيد هنا، واما التجاعيد اللي هنا شلت امها بوتوكس، يعني حتى ما اقدر اسوي زي كده. اوكي يقول لكم انه هذا الماسك فيه له حديد واضح لانه مغناطيس يعني ومدري ايش، ويساعد يحسن البشره ويشيل التجاعيد. فيلا نفكه مع بعض. كذا شكل البوكس مرعب صراحه، اسود وفضي، وهذه العلامه لوميناتي. هلو. سو حنفتحه ونلاقي بوكس ثاني. واو، feel the power of the. اوه في خطوات. الخطوه الاولى في سباتشلا، يعني في ملعقه نفرده. الخطوة الثانية نستنى من 5 إلى 10 دقائق. cool. الخطوة الثالثة rubber magnet with tissue and gladio face. طبعا حيكون فيه حديد، فحنجيب المغناطيس ونحط عليه منديل على قولتهم ونشيل ام الحديد. والله مرة متحمسة للماسك، بس صراحة يخوف يعني فيه حديد، يعني حاسة كأني جدة. ايش هذا؟ anyway في هذا، وفي ورقة طاحت، وفي الاسباتشلا تحت. طبعا مدام قرينا مانيون هنا فمو لازم للورقة. اوه شوف المغناطيس فين. كول. سو فيلا بينا نبدأ بقى. جرحت امه. نو جديد ترى، والله جديد. سو معانا الماسك، صراحة مرة غالي، والله ما ادري كم كلفني بس مرة غالي. ححط سعره هنا، شفتوه قديش غالي. اوكي ريحته ورد، مدري. شوفوا كيف اسود، اف والله ريحته معفنة. امانة شكله مرة يخوف. يلا بسم الله. هذه الملعقة ماني عارفة بحط نظارة كده عشان اشوف. ياااااع ملمس مرة مقرب. نو واي اي دو ذيس تو ماي سيلف. لا لا مرة ريحته لا ابد. اوكي ححط هنا، وححط على my nose، وهذه المنطقة. هلو بس حشيل النظارة عشان لا تتعدم، وصرت دحين ما اشوف. هلو مستر نفاخة، قصدي مدام نفاخة. طاحت النظارة، من هواياتي اطيح الاشياء. سو النفس الماسكات احب افردها بفرشة او باصابعي. يعني what is this what is this. اوكي باك اسمعني. دهنته بالصراحة، يعني من هنا مكان الطرحة، يعني معلش بابا تتعدم. فدهنته كده مظبوط، احسه كده زيتي نوعا ما، ما ادري اذا ينفع للبشرة الدهنية ولا لا، بس كده احس زيت يعني كده منكوت زيت. سو بما اننا قاعدين نستنى مع بعض، عندي لكم تجربة. حجيب المنديل والف المغناطيس المثلثة دي الالمناتية، ونشوف كيف تسوي مع هذه. مش هذا. او ماي جاد. What? No way. نحط اللاير تاني. What? وقف بس الزيت. والآن استنى 10 دقائق. أحس طعم في فمي. يا حطيته قريب من فمي. Oh my god أكلت حديد. 20 minutes later. أوكي بعد مرور دقائق معدودة أو مع نحلة. أو سوري عشان ما نمت. البلمة مرت الدقائق سويت مثلث، يعني هنا جهد الحديدة. فيلا بسم الله. أحس في شي يشفط وجهي. Oh my god. لاك. ما انا عارفه كيف اوصف لكم الاحساس، احس كده في شيء يشفط وجهي في نفس الوقت كده ستيكي وسلايمي وقرف. والله صراحه هو ماسك حلو، بس يا كيف اوريكم.
اوكي ما بشيل زي الاواد، ينفع افكه من المنديل اللي مربط امه ونشيل تاني طبقة مرة مرة خفيفة. سو طلع صوت. That was messed up شوية. It's everywhere. أحس ملمسه كده مرة ناعم كرا عشان الحديد اللي فيه. واو نظف هذا awesome. أحلى شي فيه إنه يتنظف بسرعة بلا موية بلا هم. شوف ايش بخدي. So back بعد ما نظفت وجهي كله وشوف ايش طلع معايا. Oh my god صح؟ عارفين كيف؟ كذا بشويش اخليه انه يمتص من حاله. افتكرت حصة العلوم لما يقولوا انه الحديد يسحب بعض او شيء زي كذا انه يترابط في بعض. So cool يعني بس سويت زي كذا وراح. والله تحفة بس ماني فاهمة ليش كذا من الطرف. So حغسل وجهي بالموية لانه سوري يعني كان في حديد في وجهي وشلته بمغناطيس. So ترى فعليا مو راضي. شوفوا كمية الزيت اللي فيه كمان. قلت لكم الماسك عبارة عن زيت. شوفوا كمان في بعضهم شردوا. ها كيف تنظف دحين؟ والله ما راضي يخرج. سو خليني اروح اغسل وجهي بسرعة واجيكم. سو باك. او ماي جاد وانا اغسل تخيلوا كده شيء مرة قاسي كان على وجهي. يعني ايش نوع الزيت اللي حاطين؟ يا رب بس ما يسوي لي شيء لبشرات الدهنية. او ماي جاد التجاعيد راحت. امزح هذا بوتوكس. في حديد حوالين فمي. اوكي نيجي للتقييم النهائي. طبعا ام سوري بس حاعطيه 0 من 10. يمكن 2 من 10 عشان الترطيب بس. لا 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 تحطوا حديد في وجهكم ترى ادخل جوه المسامات. انا مساماتي مره كبيره ومره يعني فتخيلوا لو ما خرج يعني ايش يصير. بس والله ترطيب رائع. وبس والله اكتبوا لي اراكم تحت اذا حسيتوا انه هذا الشيء طبي ولا لا، مع انه الشركه اللي هي الدكتور براندد طبيه ما تمزح يعني اي شيء يخرج من عندها مره كويس. بس الماسك ده حديد اوكي هو سهل لي حياتي وهذا بس نو. يلا سيو.